فيديو لك. السلام عليكم، بهذا الفيديو حنحكي عن شرح محتوى كورس الماكس الجديد بعد التطويرات اللي اشتغلناها. طبعا كورس الماكس موديلينج تحديدا، يعني فقط بناء ونمزجة الكتل المعمارية سواء داخلي او خارجي. اذا انت ما بتعرف ابدا شيء عن الماكس، هذا الشيء او هذا الفيديو تحديدا حيكون لك. بناء على اي رسمة نحن بنشتغلها او اي فكرة نحن بتخطر ببالنا، فمن الطبيعي ان نحن ممكن نرسم على سكتش يدويا لنحكي الفكرة اللي نحن بدنا اياها او نستوحي الفكرة بدنا اياها بصورة. اوكي، فانتم ممكن ترسموا على ورقة بعدين تشتغلوا على الماكس. فاي فكرة بتخطر ببالكم، اي ديزاين بدكم تشتغلوا، فانتم السهل ترسموا يدويا. يعني انا سهل ارسم هلا هاي الصوره مثلا، او ارسم مثلا تحفيزات الخشب، او ارسم اي ديكور، تقطيعات الارض، ايا كان نقدر نسوي بكل بساطه. بس انا بدي اخذ هاي الفكره واسحبها على الماكس، فانا حفكر مثلا انا هذه التقطيعات الموجوده قدامي كيف بدي اقطع، او شو الامر اللي بيعطيني هذا الاحساس. الارض فيها تحفيزات مثلا، قطع الخشب فيها قطع معينه، اذا كان عندي ارضيه باركيه او عندي ديزاين معين، بدي اعمل سقف، بدي اعمل اي فكرة، فحلاحظ انه في شغلات لازم نحن يكون عنا خبرة او خلفية عنا قبل ما نبلش نفوت بتفاصيل دقيقة كقياسات. فمثلا اي شخص بده يشتغل انه دغري بفوت مستعجل، بده يتعلم انه انا بدي اساوي غرفة وقياسات او كذا، فاول نقطة نحن لازم نفهم البرنامج انه كيف بيشتغل، كيف بيتعامل مع عناصر 2D وعناصر 3D، شو الادوات اللي انا حطبقها على عناصر 2D لاقدر اتحكم فيها، وشو الادوات اللي انا بتحكم فيها خلال عناصر 3D. ففي بحر كبير بالبرنامج لازم نحن نستفاد منه. فاول مرحله نحن حنتعلم الادوات اللي حتخليني اتعامل مع ادوات ال 3D وال 2D. ابسط مثال انه انا كيف بدي اعمل روتيت او موف او سكيل لاي كتله، هي ما لها علاقه لا بالقياسات ولا بشيء. فأنا لازم أفهم إنه الكتلة اللي أنا برسمها كيف بدي أتحكم فيها، أو كيف بدي أخلي التقاطع بين الكتل، بدي أعمل تفريغ، بدي أفرغ شباك، بدي أفرغ ديكور بالسقف. فأي كتلة نحن بنشتغل عليها بدنا نعمل تداخل، بدنا نعمل شيء معين، فكرة معينة، فلازم يكون عندي الأدوات موجودة بين إيدي. طيب، فأي فكرة بتكون إياها هتقدروا تساووها مجرد ما تاخذوا الأدوات اللي بين إيديكم، أو تكون الأدوات الماكس جاهزة بين إيديكم. هحكيكم فكرة كتير بسيطة. الرسام لما بدأ يرسم أول شي ببلش بمراحل بسيطة، يعني ببلش يرسم خطوط بسيطة للفكرة بباله، بعدين ببلش يعطي رسم توضيحي أكتر فأكتر لحتى يوصل للمجسم اللي بده إياه، ليعطيه مثلا الظلال، ليعطيه ممكن الألوان لقدام، ليعطيه الملمس والإحساس اللي فعلا يعطيني إحساس إنه هون والله في عين، في أنف، في تفاصيل معينة، في ظلال، أو في مكان مثلا إضاءة موجهة على هذا الشخصية مثلا أو هذا التمثال. فأي شيء أنا بدي أرسمه، أي شيء بدي أتخيله، فأنا لازم أعرف إنه كيف بلش من الصفر لأقدر أوصل لهي الطريقة. طبعا ممكن نحن نشوف إنه كل رسام له طريقة، فمثلا في رسام بيرسم بقلم رصاص، في رسام بيرسم بالحبر او بالقهوة او كذا، بس بيعطيني نفس الكتلة او نفس الشخصية مثلا. فنحن ممكن نستعمل مجموعة من الادوات او تختلف الادوات من شخص لاخر بس نتيجة واحدة. فهذا الشيء بحكي اكتر لنتعمق لنشوف الفايلات بعد شوي. طيب، فمثلا اذا نحكي على مثال ابسط، انه نحن عندنا مثلا زخرفة او ديكور او ايا كان، اي كتلة انا بين ايدي بدي اعطيها مثلا ملمس ناعم، او بدي اتحكم فيها يعني كشكل موديلينج، انه انا بدي اعطيها شكل دائره، او بدي افتلها بشكل معين. فانا اي كتله بدي اياها لازم اشوف انه انا بقدر اتحكم فيها عن طريق الماكس. فمثلا عندنا بوكس، فالبوكس كبدايه ممكن يكون بوكس عادي، ممكن نبلش نعمل له انحناء بحد معين، باماكن معينه، بشكل معين، حسب الشيء اللي انا بدي اياه. طبعا اي كتلة كمان ممكن نحنا مثل ما حكينا على الرسام، انه هو بيبلش بالخطوة الاولى، بيرجع مثلا ببلش يوضح الفكرة اكتر،
مثلا هون وضحت اكتر او ضاف عليها تفاصيل، هون عمل مثلا كوبي كرر الكتلة، اخر شيء صار بهذا الشكل. طيب فالفكرة انه نحن من الاساس اذا بنبني موديلينج صح، فبالتالي كل شيء هنا حيكون لقدام كتير حلو. وهذا الحكي مو بس على الموديلينج، لا كمان على الفيراي، انه بالفيراي اذا ما كنتوا شاغلين موديلينج صح هتواجهوا مشاكل كتير، منها الظلال، منها تداخل الكتل ببعضها. فكتير مهم قبل ما نحن نفوت كورس الفيراي يكون متمكن من الموديلينج. طيب مثل ما قلت لكم كمان، اذا بتشوفوا هي الصورة نفس الفكرة تماما، الرسام حيكون عنده مثلا هي الصورة تحديدا 7 خطوات لوصل للفكرة بباله. طبعا ممكن تكون اكتر من 7 في حال هو بده يعمل مثلا الوان، بده يعمل ظلال، بده يعمل تفاصيل اكتر. بس الفكرة انه نحن هون ممكن نستنتج من هاي الكتلة او هاي الصورة انه انا بده يكون عندي 1 مخطط اوتوكاد، 2 بده يكون مخطط نظيف، 3 بدي اعمل له امبورت او اكسبورت وامبورت بطريقة صحيحة للماكس، 4 بدي بلش مثلا ارفع الكتلة بالماكس، 5 وضح التفاصيل، فرغ اعمل اي شيء بدي اياه، 6 ابني الكتل كلها، 7 خلص الموديلينج اذا كان في زخارف، اذا كان في بواب، اذا كان في بلوكات، ايا كان. فنحن على هذا الاساس بنبني الكتل تبعنا. فاي كتلة انتم بتشوفوها 2D فنحن بنعمل سكتشات او بنعمل اي شيء، بالنهاية حنحولها 3D. بس انا اكون فهمان آلية نقل اي مخطط 2D اوكي، قد ما كانت في خطوط قد ما كان في اشكال للماكس، طبعا بخطوط نظيفة. يعني بتعرفوا نحن بالاوتوكاد بنرسم خط فوق خط كأنه بنرسم بايدنا، ففي مرحلة لازم نشتغل فيها بالاوتوكاد. واذا انت بدك تفوت هاي الدورة لو كان عندك فكرة كتير بسيطة عن الاوتوكاد فما في مشكلة ابدا، انه نحن حناخد درس نص اوتوكاد ونص ماكس بمرحلة سحب المخططات. فاي فكرة انت بترسمها، اي شيء بدك اياه، فانت فيك تعمل سكتش بعدين تحوله على الماكس لتبني 3D. طيب الفكرة الثانية كمان انه انا اذا عندي زخارف، عندي خطوط، عندي اشكال هندسية، كيف بدي اعطيها للماكس بدون ما يعمل لي مشاكل، وبنحكي على هاي الامور اكثر. طيب قبل ما نكمل هذا الشرح هاجيكم مجموعة من الفايلات لتشوفوا مثال انه انا كيف بدي انسخ او كيف بدي اعدل. من الفايلات اللي حنشتغل عليها هو هذا الفايل مثلا. فأنا ممكن مثلا بدي هذا الكرسي أو هاي الطاولات بدي أحددهم ب مثلا طريقة معينة. صادفني إنه هلا أنا وقف قدامي مثلا السقف، طيب أنا بدي أخفي السقف لأقدر أتحرك بالفايل. فهون نقطة كتير مهمة، لأن إحنا لازم نعرف كيف بنخفي السقف. طيب فمثلا أنا بدي أحدد مجموعة من العناصر، طيب انا شو كبست من الكيبورد لاقدر اتحدد كل هدول؟ طيب بدي انسخهم، طيب شو الامر اللي لازم انسخه او لازم اضغط عليه من الكيبورد لانسخهم؟ شو هي الرسالة؟ كم نسخة فيني انسخ؟ كتير امور نحن بنقدر نستفاد منها عن طريق انه انا اتعامل بالبرنامج بسلاسة. شايفين كيف؟ هلا هي ما بدي اياها مثلا ديليت. فممكن انا اخذ كرسي واحد وانسخه مثلا لمكان معين، اوكي، واقعد اعمل له مثلا روتيت، بدي دوره، بدي انسخه اكثر من نسخه، بدي اعدل فيه، اي شيء بدي اياه ممكن اشتغل. فحنلاحظ نحن مع الوقت مع التفاصيل حيصير عنا كتير امور حلوه. فممكن انا حتى انسخ هذول مثلا، هذول التفاصيل كلهم كوبي مثلا لهون. فمع الوقت تلاقوني عم اشتغل اكثر، بس بالنهايه هذا الفايل نقدر نشتغل فيه بسيستم معين. فهذا المحل هذا الشغل كتير حلو، بيطلع معنا كتير ظابط. طيب فدائما هاي الفكرة أساسية بشغلنا، إنه كيف بنحدد، كيف بنخفي، كيف مثلا إذا طلع معي فجأة المخطط بشكل شبكة، هلا بتشوف شلون النتيجة بهذا الشكل. طيب يا ترى المشكلة بالماكس ولا شو لازم أعمل؟ لازم أحذف برنامج نزله؟ لا، هي كبسة زر من الكيبورد بنقدر نحل هاي المشكلة. طيب في حال علق معي البرنامج كيف لازم حل المشكلة؟ فكل هاي الأمور بنصير بنحكي عنها أكتر، إنه أنت لازم تعرف تقنية البرنامج تحديدا، إنه كيف بتعامل مع الأدوات، شو هي الأدوات اللي أنا بدي إياها. فمثلا أنتوا هلا إذا بتفتحوا ماكس عندكم ما حتلاقوا هاي الأوامر موجودة فوق، هاي الأوامر أنا حاططها يدويا. طيب أنا كيف بدي أحطها؟ شو شغلاتي بدي سهل علي الشغل؟ فهي الأمور كتير مهمة كتير دقيقة بشغلنا، لنقدر نحن نتعامل مع البرنامج ببساطة بدون أي مشاكل. طيب
هرجيكم كمان فايل تاني. مثلا اذا نحن بدنا نحكي على الخارجي، فهتلاحظوا مثلا انا عندي هاي الكتله. طيب انا هاي الكتله طبعا بنيتها موديلنج بالايدا ثوالي. طيب اذا انا حبيت عدل فيها، مثلا لاحظوا فيني كبر وصغر، فيني حرك الكتله بكل سلاسه، فيني حرك نقطه واحده مثلا لفوق لتحت اي شيء بدي اياه. ممكن مثلا اللي حدد لي هدول الخطوط، ومثلا اعمل لي سيستم معين وكتر لي اياهم هدول الخطوط. مثلا روح اعمل لي الهم اكسترود، اعطيني الهم تحزيز. يعني في كتير امور ممكن نحنا نتعمق فيها لنقدر نساوي كتله معينه او ديزاين معين. لاحظوا كيف، ففي كتير شغلات نحنا حنحكي عليها ان شاء الله لنقدر نوصل لكتله معينه. فدائما اي شيء بدكم اياه، حتى ممكن يبلش بلاين. لاحظوا كيف لبنيت هاي الكتله. مثال تاني لتشوفوا كمان شو في شغلات نحن حنحكي عليها. في كتل كتير ممكن نحن نشتغل فيها. فلاحظوا كيف مثلا هذا الفايل اذا بتشوفوا كيف كان عبارة عن سلندر. هاي السلندر مثلا انا رحت طبقت عليها مجموعة من الاوامر لسويتها بهذا الشكل. اي كتلة بدي اياها نفس الفكرة. لاحظوا كيف ممكن نحن كمان نبلش نعدل بالكتل بسيستم معين. ففي كتير أمور ممكن نحنا نستنتجها أو نشتغل عليها عن هاي الطرق. طبعا بحر كبير المات، في كتير شغلات حلوة لنقدر نبنيها لنتحكم فيها، بس بدنا نعرف نتعامل معه. شايفين هاي الكتلة؟ هاي الكتلة عبارة عن بوكس، بوكس صغير. تخيلوا كيف إنه أنا من بوكس بقدر أبني كتلة كاملة، مجرد بوكس واحد. طيب فأدوات صغيرة مفيدة جدا، بتسهل علي الشغل، بس نحنا بدنا نعرف نتعامل معه. طبعا الكورس مثل ما حكينا ما بيختصر بس على الخارجي، طبعا في شيء يعني نحكي عليه اكثر هو الداخلي. انه انا مثلا عندي مخطط او عندي سقف. لاحظوا كيف هلا هذا السقف مجرد ما انا هلا اريكم فيديو صغير كيف عم يطبق على بعضه، هلا حيرجع يكرر الخطوات. فنحن الهدف منه نشرح لكم كيف السقف عم يطبق، الكورنيشات كيف بنحطها الى اخره. يعني هي الامور كتير مهمة تطبيق السقف، وهذا ابسط سقف نحن ممكن نشوفه ونطلع عليه. طيب فهنشوف ان شاء الله امثلة اكثر عن المخططات. طبعا هي الغرفة هنشوفها كيف حيطبق السقف عليها ونظبط الامور فيها. طيب مثال كمان على الداخلي، بس نوزع بلوكات، بس نحط تفاصيل اكثر، حيصير في عنا كتير جمالية بالشغل. خليني اخفيكم السقف لا تقدروا تشوفوا الفكرة كيف. فأنا مثلا عندي هذا المخطط، طبعا هذا مشروع جاهز نحن ممكن نساوي مثله أو نساوي أحلى منه، بس إنه الهدف إنه نشوف في شغلات مكملات مثل البلوكات، وفي شغلات ممكن نحن نتعلمها ونستفاد منها ككتلة معينة. مثلا آلية الدوران بالمخطط، ممكن تلاحظوا إنه عم يصير معي إنه الجدران عم تطلع بوشي، فالحركة صعبة. آلية الدوران بحد ذاتها إنه أنا كيف عم دور، أوكي؟ كيف بدي اعزل كتلة معينة لأقدر اعدلها، لأقدر اشتغل فيها بالسيستم اللي بدي اياه. فهي القصص، هي التفاصيل كلها ممكن نحكي عنها اكثر بالكورس ان شاء الله. انه طبعا حافظوا هلا هون كمان انا عامل نظام جروب، يعني هالمجموعة من الكتل انا دامجها مع بعض، ففينا كمان نحكي عليها ونشتغل اكثر فيها. طبعا كمان حنحكي انه نحن نجهز للفيران. طبعا كل هذا بيكون تقريبا خلينا نقول مثل شكل كلاي، بيكون احمر او بيكون بهذا الشكل. فنحن بدنا نحط اكساء، نحط ماتريال هي بالفيران نحكي عليها. طيب بس اجمالا انه اي كتله انتم بدكم تشتغلوا عليها لازم تقدروا تبنوها بشكل صحيح. طيب حنحكي على الايدت بولي بفقره معينه، بس قبل ما احكي على الايدت بولي هنشوف كمان صور لتاخذوا فكره. يعني انا اذا عندي مشروع بدي اشتغله اللي هو ال 3 دي، بده يكون 100% نفسه الواقع. يعني ال 3D و 2D واحد مشان التنفيذ يكون صح. هذا بيت سويناه ب اسنلر لمكتب اسمه ماك كونسبت بنيشانتشا. فالفكرة انه هون انه انا لما اشتغل هذا المخطط لازم يكون دقيق 100%، واكون مسؤول عن المخطط تبعي، ومشاريع التنفيذ لازم تكون صحيحة. ان شاء الله انتم باش تشتغلوا وتشتغلوا مكاتب وتشتغلوا بمكاتبكم الخاصة وتوصلوا لهذا الشيء. طيب النقطة الثانية اللي هحكي لكم عنها انه في مراحل للشغل اللي انا هحكي لكم عنها.
طبعا هعطيكم فايلات تدربوا عليها، صور جاهزة فيها 1 2 3 إلى آخره. لا أنت تقدر إنه أنا مثلا حاط لك واحد ركز لي على هاي الخزانة كيف بدنا نرسمها، 2 هذا الجدار، 3 مثلا هاي القطعة، 4 هاي القطعة، 5 مثلا هذا المشروع الثاني أنا جايب مجموعة من الصور. فأنا برتب لكم إنه كل خطوة إنه إحنا كيف بدنا نشتغل فيها ونتعامل معها. فكل خطوة بخطوتها لنحنا نفهم شو الأدوات اللي بتلزمني. مثلا الرف بدي بوكس، الدائرة شو بدي، هدول شو بدي، التفريغات شو بدي، إلى آخره لنوصل للشيء اللي بدناه. الإيدات بولي بحر كتير كبير هحكي لكم عنه، إنه كيف نحنا كمان بنبلش من A B C D مثل الرسام، إنه كيف بيشتغل بمراحل لتقدروا أنتوا توصلوا للكتلة اللي بدكم إياها. أي كتلة لازم يكون فيها الموديلينج تبعها واضح، فيها تفاصيل جيدة. فهنحكي نحن امتى بنستعمل سيجمنت كتير، يعني خطوط كتير وخطوط اقل، اوكي بالماكس. فمبدأ الكتل ال 3D هنحكي عليها بشكل كتير دقيق، فلازم نعرف نحن كل خط كل ضلع بنحطه كيف بنبنيه، ونفهم آلية الايدت بولي كيف بتشتغل لناخد فكرة. طبعا هدول امثلة هنحكي عليهم بالكورس. فشوفوا مثلا هاي الكتلة قد ما مثلا فيها تفاصيل، اذا بنشوفها 3D وبنشوف قديش فيها موديلينج يعني كخطوط كتفاصيل. هاي الخطوط مو عن عبث، هاي الخطوط إلها هدف معين. يعني لو كان عدد السيجمنات بهاي الكتلة أو هذا الأوبجكت مثلا 1000 أوبجكت، غير لما يكون مثلا 500. هذا الشي بيأثر، يعني لما يكون أنا عندي بلان، لما يكون عندي مثلا بحر غير لما يكون عندي بلان سطح عادي أو أيا كان. ففي كتير قطع حنحكي عليها كيف نحن بدنا نمزجها، كيف بدنا نعمل التداخل تبعها، الإحساس، الملمس. أي كتلة أنا بدي أشتغلها، مثلا هاي الصورة هلا برجيكم موديلينج تبعها كيف. فبيخطر ببالكم شغلة بدكم تحاولوا من الأدوات اللي بين إيديكم تستفادوا فيها وتوصلوا للشكل اللي أنتوا بدكم إياه بالكتلة. طبعا سواء أنتوا عم تشتغلوا خارجي أو داخلي، فالإيدات بولي بتلزمكم ومفيدة كتير لشغلنا. فشوفوا مثلا هاي الكتلة قريبة من الكتلة اللي نحنا شفناها هلا من شوي، هتكون نفس الفكرة نفس الخطوط، بس انه كيف انا بدي بلش، شو الخط هاد كيف انا لازم ارسمه وكيف لازم اكرره بهي الطريقة لأوصل للشي اللي شفناه. فممكن يكون خط كتير بسيط او امر كتير بسيط يوصلنا للفكرة اللي بدنا اياها. فحاولوا دائما انه لما تشتغلوا بهي الامور تتخيلوا الديزاين كيف حيصير. طيب هرجيكم شغلة تانية، طبعا في شغلات حطيتها على النت هلا برجيكم اياها، اللي هو مثلا هذا الفايل نحن شايفينه هيك اوبجكت عادي، او مثلا بالكاميرا هاي اوبجكت بهذا الشكل. طيب بس تداخل هاي الكتلة بقلب بعضها كيف انا بدي اخليها تكون بهذا التداخل بدون اي مشاكل؟ اوكي ارجيكم الصور، هاي الصور تبع الكتلة. طبعا الحلاوة تبعها بتطلع اكتر لما نحن نروح على الفيراي، نعطي ماتريال، نعطي احساس حلو، نشوف عدة نماذج عدة كتال كيف انا ممكن ارسمها بالماكس. فهي الكتال هي التفاصيل كلها لها علاقة بالماكس بشكل خلينا نقول كبير كتير وبدها شغل، فلازم نحن نفهم المبدأ الاساسي تبعها. طيب فالخطوة هي جدا مهمة لنقدر نبني الكتل تبعنا، ومثل ما قلت لكم كلها عبارة عن خطوات يعني اوامر مطبقة فوق بعضها بيبين معنا الشغل. طيب فنحن خلينا نقول ونكون واضحين بالشغل انه لما بدنا نبني اي كتلة اي مشروع، فلازم نعرف انه انا من امر واحد ممكن استنتج كتير افكار، ساوي مكتبة كاملة، ساوي ديكور كامل، ساوي اي شي بدي. طيب فالمختصر للكورس انه نحن حناخد المشروعات، فالمختصر عن الكورس انه نحن حنفهم فكرة البرنامج كيف بيتعامل مع عناصر ال 2D وال 3D. بعدين حنبلش نسحب مخططات اوتوكاد، مثلا في عندي سواء داخلي او خارجي، فانا عندي الغرف كيف بدي انظفها، كيف بدي اشتغل فيها اي مشروع كان، وانتقل للماكس. مثلا عندي صالون، هذا الصالون نحن شفناه من شوي، فانا بدي ارتب المقاطع، بدي ارتب اللايرات مثل ما شايفين لاقدر ابني المشروع تبعي. نفس الفكرة هون، لاحظوا هذا المشروع بعد ما انه نظفته
حيكون بهذا الشكل. الواجهات بدي أعرف أتعامل معها، إنه أنا عندي شباك، عندي مقطع، عندي كورنيشة معينة، عندي ديزاين معين. كل هاي الأمور إن شاء الله حنطلع عليها بشكل مفصل، وطبعا حتشوفوا النتائج إن شاء الله بعد تالت الدرس، إنه تبلشوا أنتوا تبلشوا تتدربوا على المشاريع، بحيث إنه أنا خلاص عندي مشروع، عندي فكرة أقدر أشتغل فيها. حتى موضوع البلوكات، مثل هيك بلوكات مثلا، أنا بزودكم إن شاء الله ببلوكات سواء أونلاين ولا بالمكتب، بنسخ لكم إن شاء الله مجموعة كبيرة من البلوكات. فأي بلوكة أنا كيف بدي أدخلها على البرنامج، شو المشاكل اللي بتصير، شو الشغلات اللي ممكن تواجهنا ونحلها. فحنحكي كمان على هاي الأمور، بس أهم شيء إنه نحنا بالبداية نفهم مبدأ البرنامج، وآخر شيء نشتغل مشروع إن شاء الله يكون جاهز للماتريال والإضاءة والريندر بالفيري. يعني أنا بخيركم بأي مشروع بتكون يا خارجي أو داخلي، أنتوا بتشوفوه بتطلعوا عليه لا تقدروا تاخذوا شيء بتكون. طيب، فهي هي الفكرة عن الكورس، إن شاء الله يكون الشرح واضح، حبيت فصله بشكل كتير دقيق لتاخذوا فكرة شو هذا الشيء اللي نحن حناخده بكورسنا الجديد، أوكي؟ وطبعا فيكم تشوفوا جدول الطلاب على الانستغرام والفيس وأيا كان لا توصلوا للشيء بدكم اياه. ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد عن كورس الفيري الجديد، الفيري 5، ونضل على تواصل ان شاء الله. اي استفسار بدكم اياه تواصلوا معي وانا بالخدمة ان شاء الله. دمتم بخير.